وتستمر المباراة. نادي الجيش وهجمة على الأنيق في الشوط الأول. مرة أخرى. محمود مجيد يضع كرة ذكية في الشوط الأول في الدقيقة 30 لصالح الجيش. طلب المركز الثاني ونادي الجيش المركز الثامن، 14 نقطة للجيش و18 نقطة للطلبة. الشوط الأول تقدم الجيش بهدف لا شيء الأنيق. الشوط الثاني وأربعة أهداف. أولا هدف تعادل الأنيق في الشوط الثاني من هذه المباراة عن طريق اللاعب حازم ياسر في الدقيقة الأولى. حبايب لحد الآن. مباراة مثيرة جرت في ملعب الشعب الدولي. ونلاحظ لكم ضغط الأنيق الكبير في الشوط الثاني. مجيد عبد الرضا وأحمد دحام من متابعة ذكية يضع كرة الترجيح. الآن 2-1 لصالح الأنيق في الشوط الثاني. وأحمد دحام رجل خضراء على الطلبة، يعني سجل لحد الآن أكثر من أربعة أهداف. مرة أخرى وفرصة ضاعت. الدقيقة 35 والهدف الثالث لنادي الطلبة في هذه المباراة عن طريق اللاعب علي وهيب. نادي الطلبة كان متخلف بهدف في الشوط الأول، سجل ثلاثة أهداف لحد الآن في الشوط الثاني. وضربة جزاء لصالح الجيش في الشوط الثاني من هذه المباراة. سجل منها اللاعب صفاء عدنان الهدف الثاني. المباراة انتهت لصالح الأنيق 3-2. المدرسة في الصدارة ب20 نقطة بعد انتهاء مباريات هذا الدور. الأنيق بنفس رصيد النقاط لكن بفارق الأهداف. الجويون